وثانيا هو إعادة البعث من جديد، بعث جديد الأسطول البحري الجزائري. نعلمكم لي باللي رانا في عملية إعادة هيكلة يعني المؤسسات اللي تسير الأسطول البحري الجزائري. عبركم لي بلي كاين كنا نور كنا يرمد، ولكن بقرار السيد رئيس الجمهورية راح تكون مؤسسة وطنية وحدة برك، سميناها كنا الجزائر. راهي في التأسيس وبدات تستقبل بعض البواخر اللي جبناهم من عند كنا الماد اللي كان مع شريك ايطالي، باش هي اللي تولي هي اللي ترجع المؤسسة الوحيدة اللي تمثل اسطول البحري الوطني، اللي راح تكون من نهاية السنة تعمل ب 13 باخره.